صباح الهنا عليكم، عاملين ايه يا حلوين؟ كل سنة وانتم طيبين. خلاص العيد على الابواب، تعالي بقى ما تروحيش تشتري شوز من اي مكان، تعالي سوق البواقي في الرواعي. انا جابلك الرواعي من اولها قدام مول صدناوي على طول قدام الباب الخلفي. هتخشي طول ما انتي ماشية هتلاقي بقى فروشات عليها بواقي محلات وسط البلد ومدينة نصر ومصر الجديدة، حاجات كده تحفة. اي قطعة كان تمنها فوق ال 300 جنيه وال 400 جنيه كمان، ومحطوطه بكام؟ الفرشه دي عند ابو دنيا في الرواعي، رابع فرشه على ايدك اليمين اول ما تدخل الرواعي قدام باب مول صدناوي، بيبيع اي قطعه ب 85 جنيه، شوزات، صنادل، سليبرات، كل حاجه هتلاقيها عنده، ذوقها حلو قوي. كنت رايحه عند الصياد اتكعبلت في الفرشه القمر دي، قلت لازم اوريها لكم وان شاء الله نعمل عندها جوله حلوه واطول لو عجبتكم. بصوا هفرجكم على شويه موديلات قمر قمر قمر، ثلاثه قمر بجد حلوين قوي وسعره تحفه. عنده بقى كل الاذواق، كل الموديلات والالوان والمقاسات، واي قطعه فيهم كان محطوط عليها سعر فوق ال 300 جنيه تمام. حتى الشوزات اللي ممكن تنفع امهات وكده خفيفه جدا، نعلها طبي، مش حاجه تقيله كده وشغل شعبي وحاجه كده، لا لا بجد الفرشة دي حلوة جدا، فعلا عليها شوية صنادل صيفي يجننوا، حاجات كده بجد تحفة تحفة تحفة، ترضي كل الأذواق، هتتبسطوا جدا لما تروحوا هناك. وانا جبت لكم الطريق زي ما انتوا شفتوا، يعني رابع فرشة بالظبط على ايدك اليمين اول ما تدخلي من الرواعي، حاجته حلوة قوي 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 يا بنات. شوفوا الصندل ده حلو قوي في انه خفيف، تحس انك لابسة في رجلك فوم، حاجة كده خفيفة جدا. الشوزات دي منها الوان كتير وكلها بقى فيها منها اللي بكعب والفلات زي ما انتوا شايفين، حاجات كده لطيفة قوي قوي قوي. هفكركم تاني بالسعر، 85 جنيه عند فرشة ابو دنيا. لو ما عرفتش توصلي بصوا من الاخر، خش الرواعي ما تروحيش على اي فرش، يعني خش الرواعي كده وهتلاقي بعنيكي الفروشات عاملة ايه والعروض عليها عاملة ازاي والاسعار عاملة ازاي. بلاش انا اقولك روحي عند حد معين، انت بس انزلي العتبة، اول ما تلاقي نفسك جنب جراج العتبة خش شمال، بلاش تخش يمين وشمال، قولي عايزة اروح عند مول صدناوي، هتلاقي نفسك في دخلة الرواية عند مول صدناوي، وخش يمشي بقى شوفي هتلاقي الفروشات دي. اولا في رجالي، حريمي، اطفالي، بناتي، ولادي، شنط، شوزات، كل حاجة. سوق البواقي في العتبة بتاع الشوزات والشنط حاجة لا تتخيليها، اللي ما راحش لما يروح هيتوهم بجد. اولا شنط حلوة جدا واسعارها حلوة جدا، ان شاء الله هنزل لكم جولة حلوة قوي للشنط والشوزات. قلت بس اخد رأيكم في الفرشة الحلوة اللي اتكعبلت فيها وانا رايحة عند الصياد دي، وان شاء الله لو عجبتكم نازلة قريب هعمل لكم عندها احلى جولة، ونشوف بقى الحاجات بالتفصيل الممل وكل الحاجات اللي على الفرش. انا قلت بس اديكم فكرة كده عن الحاجات اللي موجودة على الفرش، وسعرها 85 جنيه وبجد عجبتني جدا. والشوزات الفلات دي انا عجبني الشوز ده جدا جدا جدا، وفي ناس بتتضايق من جدا جدا بتاعتي، بس دي لازمه في كلامي وكل واحد ليه لازمه، ومش عارفه يعني بتتضايقوا منها ليه، دي تعبير عن اعجابي بالحاجه لانها فعلا عجباني. انا عارفه انها مش شرط لما تعجبني انها تعجبكم، بس انا بقول رايي ده من حقي، وانتوا كمان من حقكم تقولوا رأيكم في الكومنتات في الجولة، ومن حقكم برضو لو ما عجبتكوش تقولولي، ولو عجبتكم برضو تقولولي علشان خاطر لو عجبتكم نصور هناك تاني. شوفوا بصوا الفروشات مالية الدنيا ازاي، ما تروحوش عند حد معين، روحوا وتفرجوا هاتوا اللي انتوا عايزينه. اشوفكم ان شاء الله في جولة جديدة، مع السلامة.